أثارت رعب الولايات المتحدة منذ لحظة نزولها الأول للمياه، ورغم أنها لم تطلق صاروخاً واحداً إلا أنها جذبت الآلة الإعلامية الغربية نحوها وأصبحت حديث العالم. منصة عائمة محملة برؤوس نووية تكتيكية أشرف على صناعتها مجنون كوريا الشمالية بنفسه، فهي الأحدث والأضخم في أسطول بحرية الزعيم كيم جونغ أون. صواريخها المختلطة موجهة صوب حلفاء واشنطن وقواعدها العسكرية، وتنتظر إشارة المجنون لتمحو أهدافها في دقائق قليلة. في هذه الحلقة المميزة من مارشال نكشف لك عزيزي المشاهد تفاصيل وأسرار غواصة البطل كيم كون التي أرعبت الغرب بظهورها المفاجئ. ما هي غواصة البطل كيم كون أوك التي أثارت قلق الولايات المتحدة؟ تعرف الغواصة التي أطلقتها كوريا الشمالية باسم البطل كيم كون أوك، وتحمل رقم 841، وقد تم بناؤها بطريقة تمكنها من إطلاق أسلحة نووية تكتيكية من تحت الماء، إلا أن عدد الصواريخ التي تستطيع حملها وإطلاقها غير معروف حتى الآن. وبحسب تدقيق وبحث فريق مارشال حول هذه الغواصة، فإنها تحتوي على 10 أنابيب إطلاق على الأقل، 4 منها بحجم كبير، ومن المحتمل أن تحوي داخلها صواريخ باليستية ذات مدى متوسط أو قصير، وباقي الأنابيب الأخرى 6 فتأتي بحجم صغير نسبياً، ومن الواضح أنها مخصصة لإطلاق صواريخ ذات مدى صغير إلى متوسط، ومن المحتمل أن تكون برؤوس نووية تكتيكية صغيرة. ومن الناحية النظرية، فإن حمولة هذه الغواصة من شأنها أن تشكل تهديداً مباشر لكوريا الجنوبية وجميع قطع الأسطول الأمريكية التي في مرمى نيرانها، وهو ما أعلنه المجنون كيم جونغ أون بنفسه حين أبدى ارتياحه الكبير لحصول كوريا الشمالية على هذه الغواصة الهجومية، وقال أنها ستكون كابوساً لحلفاء واشنطن الآسيويين. رعب وشكوك حول قدرات غواصة البطل كيم. أثار الظهور المفاجئ للغواصة الكورية الشمالية ذعر وقلق حلفاء الولايات المتحدة، حيث كشف محللون عسكريون وخبراء في مؤسسة كارينجي للسلام الدولي إن الغواصة الجديدة تبدو وكأنها معدلة من طراز روميو الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي حصلت عليها كوريا الشمالية من الصين في 70s وبدأت في إنتاجها محلياً، إلا أن الغواصة الجديدة قد خضعت لتحديثات بشكل جذري في أنظمة القتال والتوجيه، وأصبحت مسلحة بصواريخ باليستية وصواريخ كروز معنا، لكن مثل هذه الأسلحة لن تضيف قيمة كبيرة إلى القوات النووية الأرضية الأكثر تأثيراً لدى كوريا الشمالية، لأن الغواصات القديمة من طراز روميو التي تم استخدامها كنوات للتصميم الجديد بطيئة ومحدودة المدى نسبياً، وتصدر ضجيجاً ملحوظ أثناء الغوص، كما أنها ما زالت تعتمد على تكنولوجيا سوفيتية المنشأ تم تطويرها في فترة 50s، مما يعني أن الغواصة ستواجه تعقيدات كبيرة في تأدية مهامها الهجومية أثناء رصد وضرب الأهداف، وقد لا تصمد لفترة طويلة أثناء القتال. وعلى جانب حلفاء واشنطن الآسيويين، فقد أصر الجيش الكوري الجنوبي على أن كوريا الشمالية تبالغ في قدرات غواصة البطل كيم النووية، وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية كانت ستحتاج إلى زيادة حجم هيكل الغواصة والأجزاء الداخلية لاستيعاب أنظمة إطلاق صواريخ كروز وأخرى باليستية، لكن مظهر الغواصة الجديدة يشير إلى أنها بنفس حجم الغواصة الأصلية روميو أو أكبر قليلاً، وهو حجم لا يمكن أن يستوعب 10 أنظمة لإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز معاً بشكل طبيعي، وأن هناك علامات خداع أو مبالغة في قدراتها القتالية. القدرات القتالية لغواصة البطل كيم كون أوك. بحسب ما كشفته الأقمار الصناعية الغربية وتحليلات صور الظهور الأول لغواصة كيم كون أوك، فإنها تتسلح ب10 أنابيب إطلاق صواريخ بأبعاد مختلفة موزعين بين مقدمة ومؤخرة الغواصة. الأربعة الأمامية تأتي بقطر أكبر من 6 الخلفية، وهذا يعني أن حمولة الغواصة مختلطة.
وبالبحث أكثر حول حمولة الغواصة فقد تأكد لنا أن فتحات الأنابيب الأربعة التي في المقدمة سوف تتسلح بنسبة كبيرة بأحد إصدارات صواريخ عائلة بوك جوك سونغ البالستية المخصصة للغواصات، وهي تأتي بأحجام وإصدارات مختلفة يتراوح طولها بين 6 إلى 10 أمتار وقطرها تقريبا بين 1 إلى 1.8 متر حسب النسخة والمدى. ومع ذلك تبدو فتحات الصواريخ أصغر حجما لاستيعاب صاروخ باليستي بمدى طويل، لكن على الأرجح فإن صاروخ بوك جوك سونغ SLBM الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر من عام 2021 أثناء تجارب باليستية لكوريا الشمالية هو أحد حشوات أنابيب الإطلاق الأربعة، خاصة وأن حجم وأبعاد هذا الصاروخ قصيرة نسبيا وتتشابه إلى حد كبير بصواريخ إسكندر الروسية في الشكل الخارجي. وبالبحث والتدقيق عن حشوات باقي الأنابيب الستة الأصغر حجماً فإنها بنسبة كبيرة ستحمل صواريخ هواصل 2 التي كشفت عنها كوريا الشمالية مؤخراً، وهو يشبه صاروخ توماهوك الشهير التابع للبحرية الأمريكية، وهو قادر على حمل رأس نووي صغير. بالتعمق أكثر في تحليل الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت بوضوح مقدمة الغواصة الخلية من وجود أي فتحات أنابيب أمامية، فإنها بنسبة كبيرة لا تحتوي على أنظمة لإطلاق التوربيدات، وقد يكون سبب إزالتها هو توفير مساحات لأفراد طاقم الغواصة وأنظمة إطلاق الصواريخ المختلطة. وقد تكون هذه الغواصة هي نفسها التي تم عرض إعادة بنائها في يوليو 2019 والتي حملت اسم سيمبوسية في ذلك الوقت، نظرة عميقة على الهيكل الخارجي والمواصفات العامة. يبلغ طول غواصة البطل كيم كون أوك حوالي 80 متراً تقريباً وربما أكثر بقليل، وبعرض 6 أمتار وارتفاع يتخطى 8 أمتار، وتبلغ قدرتها على الإزاحة حوالي 3000 طن. يتم دفعها بواسطة محركات توربينية كهربائية تستمد طاقتها من محركات ديزل تقوم بشحن بطاريات كهربائية، مما يجعلها شبه صامتة ويصعب من عملية رصدها، ولعل هذا ما يفسر السبب القلق الغربي منها. وهي قادرة على الغوص حتى عمق يقدر بحوالي 250 إلى 300 متر وربما أكثر بقليل، والإبحار لمسافة 4000 كيلومتر بسرعة 30 عقدة، أي ما يعادل 55 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة مقبولة بالنسبة لغواصة بهذا الحجم. يتألف طاقم الغواصة من 60 إلى 70 فردا، وتحتوي على مولدات أكسجين ومخازن غذاء وغرفة صحية لتوفير الرعاية الطبية في حالات الطوارئ، وبوسعهم البقاء تحت الماء لمدة 30 يوماً متواصلة دون الحاجة لرفع الغواصة إلى السطح. مجمع قتالي عائم. تمتلك الغواصة الكورية نظام رادار من طراز MRB-25 سنوبتري الروسي، القادر على مسح المياه وسطح المياه في دائرة يبلغ نصف قطرها 120 كيلومتراً، مما يجعلها مصدر إزعاج وتهديد لتحركات جيرانها الآسيويين. إضافة لما سبق، تحتوي الغواصة على مجموعة من أجهزة الاستشعار الصوتية بمجموع 12 سوناراً موزعين على هيكل الغواصة، توفر لها دقة عالية في استكشاف الأعماق وتساعد في الغوص الآمن. كما تمتلك راداراً سلبياً بمقدوره تشتيت رادارات العدو وكشف موقعها، ونظاماً للإنذار المبكر الذي يكشف أي مقذوفات تهدد سلامة الغواصة، بالإضافة لأنظمة الملاحة المستقلة والاتصال الراديوية وأنظمة تتبع مسار الصواريخ والمقذوفات التي تطلقها الغواصة منذ لحظة إطلاقها وحتى وصولها إلى وجهتها، إضافة لأنظمة الأرصاد الجوية وتتبع حركة الملاحة في المحيط. المميزات والعيوب. على الرغم من أن غواصة كيم كون أوك هي من أحدث الصناعات العسكرية الكورية الشمالية، إلا أن هذا النوع من الغواصات يفتقر إلى أنظمة السلامة الدفاعية كالتوربيدات وصواريخ بحر بحر وغيرها، ما يعني أنها ستكون مجبرة على البقاء في مقربة من الأسطول البحرية للجيش الكوري. وتعتبر فترة غوصها تحت الماء قليلة جدا، ففي أحسن الأحوال يمكنها الغوص والتخفي لمدة 30 يوما، في حين تستطيع بعض الغواصات الروسية البقاء تحت الماء ل 91 يوما، والأوروبية 80 يوما وحتى 91 يوما، بينما تستطيع عدة فئات من الغواصات الأمريكية البقاء حتى 150 يوما تحت الماء في حالات الطوارئ. وتتميز الغواصة بأنها قريبة من فئة الغواصات الخرساء الصامتة،
حيث تعمل الغواصة الكورية بمحركات ديزل مصممة بضجيج قليل للغاية ومكتومة داخل هيكل الغواصة، بينما تتكفل المحركات الكهربائية بتدوير عنفات ومراوح الدفع والإزاحة على غرار الغواصات التي تعمل بالوقود النووي. بالنسبة لكوريا الشمالية، تعتبر هذه الغواصة إضافة عسكرية فريدة من نوعها، على اعتبار أنها أول منصة مختلطة لإطلاق الصواريخ النووية التكتيكية وصواريخ كروز من خارج الأراضي الكورية. كما أن تصميمها الهندسي رغم قدمه إلا أنه يقلل من ضغط الماء على الهيكل الخارجي ويوزعه بشكل متساو، مما يمنحها عمراً افتراضياً أطول. أسطول المجنون البحري. بلغ عدد الأفراد العاملين في القوات البحرية لكوريا الشمالية 60,000 عسكري بعدد مؤلف من 70 غواصة، أحدثها كما أسلفنا غواصة البطل كيم كون وواحدة أخرى من فئة سنيبوسية وأربعة من فئة سنيبوبي، وباقي الغواصات من فئات صغيرة لا تشكل تهديدات نووية، إضافة لكونها غواصات من صنع الاتحاد السوفيتي ومن مخلفات الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى 250 سفينة إنزال ساحلي و40 سفينة إسناد ودعم و430 سفينة دورية و20 سفينة ألغام وأكثر من 350 زورقا قتاليا. وللإنصاف، فإن خطر هذه البحرية ليس في حجمها أو فيما تمتلكه من عتاد، وإنما الخطر الأكبر هو أنها باتت تصنع عتادها المتطور بنفسها، وربما خلال سنوات قليلة قد تفاجئ العالم بإنتاجها غواصة تعمل بالدفع النووي الكامل، وتضاهي في قوتها غواصات أوهايو الأمريكية وغواصات المشروع 955 الروسية وأفانغارد البريطانية. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بغواصة البطل كيم كون؟ وبرأيك هل تشكل خطراً على الولايات المتحدة وحلفائها؟